مشاهدينا الكرام، للتعليق على الشأن اليمني انضموا معنا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي اليمني السيد محمد الأحمدي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري قال إن الحكومة الشرعية ستعمل على القضاء على خطط ومشاريع إيران في اليمن بعد تحرير الحديدة. كيف ترى الخطوات المتخذة للوصول لذلك الهدف؟ أخير ربما الصوت غير واضح. أكرر لكم السؤال مرة أخرى. نعم. سيد محمد، وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري تحدث عن أن الحكومة الشرعية تعمل من أجل القضاء على الخطط الإيرانية في اليمن، طبعا ذلك يأتي بعد تحرير الحديدة. كيف ترى السبل من أجل تحقيق هذا الهدف؟ من الواضح أخي العزيز أن الانقلاب الميليشيا الحوثية في اليمن كان بجزء من مخطط التوسع الإيراني في المنطقة. الميليشيا الحوثية وانقلابها جزء من المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة بالطبع كما تعرف، حتى يعني عرقلت الميليشيا الحوثية لعملية التسوية في اليمن أو الحل السياسي الذي يجنب البلاد ويلات الدمار والحرب التي تشهدها منذ 4 سنوات. هو يعني يؤكد مرة أخرى أن هذه الميليشيا هي يعني ليس قرارها بيدها وإنما بيد إيران، وأعتقد أن الحكومة الشرعية لديها استراتيجية للتعامل مع كل ما ترتب على انقلاب هذه الميليشيا منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك محاولات تجريف الوظيفة العامة في الدولة من خلال التعيينات لعناصر الميليشيا على أساس سلالي عنصري دون أي اكتراث لمعايير الكفاءة في الوظيفة العامة، وأيضا التدمير الكبير الذي لحق بالقطاعات الخدمية بشكل عام، وأيضا قطاع المال والأعمال والانهيار الكبير الذي تشهده العملة بسبب. لكن سيد محمد، لماذا وضع وزير الداخلية اليمني القضاء على المخططات الإيرانية في اليمن بعد تحرير الحديدة؟ لماذا بالتحديد؟ نعرف طبعا أن الحديدة تحتل موقعا استراتيجيا مهما في الصراع المحتدم في اليمن. هذه المحافظة التي تطل على البحر الأحمر كان التحالف العربي والحكومة الشرعية يعتقدون أنها تمثل منفذا لتهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثيين، وأيضا حتى لتهريب خبراء عسكريين إيرانيين ومن حزب الله إلى ميليشيا الحوثي، وبالتالي في نفس الوقت أيضا كانت محافظة الحديدة تمثل موردا مهما ماليا لميليشيا الحوثيين للاستمرار في الحرب ويعني تمويل حروبهم من خلال عائدات الجمارك ميناء الميناء في المحافظة المهمة. إيران تسعى لتجنيد الميليشيات العراقية للقتال في اليمن، هل تحاول إيران استنساخ السيناريو السوري في اليمن وما إمكانيات نجاح إيران في ذلك؟ أعتقد أنه ميليشيا الحوثيين كفيلة بتنفيذ مخططات المشروع الإيراني، ولا أعتقد أن هذه الميليشيا بحاجة إلى عناصر بشرية من العراق، لكن في المحصلة النهائية إلا إذا كان هناك خبراء على سبيل المثال عسكريين في تطوير قدرات العسكرية لميليشيا الحوثيين وإطالة عمر الانقلاب الذي أقدمت عليه هذه الميليشيا في اليمن وجرت بسببه البلاد إلى الفوضى والاحتراب والدمار. لكن من حيث الكوادر البشرية أعتقد أن لدى ميليشيا الحوثيين لا يزال لديها مخزون بشري، وبحكم البقاء في سيطرتها على مناطق الكثافة السكانية في اليمن فهي لا تزال قادرة على الحشد لجبهات القتال من خلال مستغلة يعني حالة التجهيل والفقر وأيضا ظروف الحرب والقمع والترهيب بحق المجتمعات المحلية التي تقع تحت سيطرة هذه الميليشيا من أجل الزج بالشباب، وحتى الأطفال كما نعرف يتم تجنيدهم من قبل هذه الميليشيا والزج بهم في أتون معاركها ضد الشرعية وضد المحيط الإقليمي. وبالتالي من حيث الكوادر البشرية لا أعتقد أنه يعني هذه الميليشيا بحاجة إلى مثل هذه الكوادر يعني للاستمرار في الحرب والدمار. نأتي إلى الدور الأممي سيد محمد. المبعوث الأممي إلى اليمن يحاول أن يجر ميليشيا الحوثي إلى طاولة الحوار بالرغم من منعها المبعوث مارتن غريفيث من لقاء الصحفيين.
كيف تقرأ هذا الموضوع؟ في الحقيقة هذه الميليشيا يعرفها اليمنيون تماما، هي لا ترغب في السلام، هي تعرف فقط الحرب والقتال إلى ما لا نهاية، وهي تريد أن تحكم بقوة السلاح وبالعنف وبالترهيب، ولا يمكن أن تنخرط في عملية سياسية. اليمنيون خبروا هذه الميليشيا جيدا خلال جولات التمرد السابقة أثناء نشأتها في صعدة منذ 2004، وكانت الدولة حينها تعقد اتفاقات هدنة مع الميليشيا، كانت خلالها الميليشيا الحوثية ترتب صفوفها ثم ما تلبث أن تعيد الحرب كرة أخرى وتعلن تمردها مرة أخرى على الدولة ونقض الاتفاقات مع الدولة. وفي نفس الوقت أيضا كان لهذه الميليشيا دور في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، لكنها سرعان ما نكثت عهودها واتفاقاتها مع كافة القوى السياسية التي كانت تجلس معها على طاولة الحوار، والخروج بمخرجات لشكل الدولة اليمنية ولمعالجة كافة الاختلالات في البلاد، ثم انقضت على الدولة ومؤسسات الدولة وعمدت إلى عسكرة كل مظاهر الحياة السياسية والمدنية وأعلنت الحرب على المجتمع. وبالتالي جهود المبعوث الأممي أعتقد أنه أصبح من الواضح عبثية السير في مسألة البحث عن حلول سياسية مع هذه الميليشيا في ظل تعنتها وتنصلها عن الاتفاقات وعدم رغبتها في الانخراط في عملية سياسية. شكرا جزيلا سيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.